نسأل حول تطورات الأسواق العالمية. لينا قنوم محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، أنت بكي معنا. لينا، خلينا نبدأ بهذا القرار من أوبيك بلس. 7,700,000 برميل ومخزونات تفوق التوقعات، جاءت متراجعة بأكثر من 7,500,000. يعني إلى أي مدى ممكن أنه تصح التوقعات بعملية التزام الدول التي لم تلتزم سابقا بمايو بالخفض الأكبر، وقد نصل إلى أكثر من 8,300,000 برميل كما سمعنا من وزير الطاقة السعودي؟ صباح الخير ميسا، وصباح الخير على كل متابعي سي ام بي سي. بالفعل يعني كما ذكرتي، تراجعات مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، التراجعات الكبيرة فقط 7.5 مليون برميل يوميا، لها تأثيرات بالفعل إيجابية على أسعار النفط، لكن تقليص الإنتاج من الالتزام الذي أو التخفيضات الهائلة التي قامت بها منظمة أوبك ب 9.7 مليون برميل يوميا، الآن هناك تقليص سيكون في أغسطس ب 7.7 مليون برميل يوميا. وكما ذكر وزير الطاقة السعودي بأن لو تم الالتزام لدول لم مثل العراق وشمال إفريقيا نيجيريا التي لم تلتزم بالاتفاق السابق وأنها ستقوم بهذا بالالتزام الآن، سيكون التخفيضات ب 8.1 مليون برميل يوميا. الآن نحن نترقب هل فعلا تلك الدول قالت أنها ستقوم بهذا الالتزام، يعني هناك يظهر أن هناك تفاؤل بأن تلك الدول بالفعل ستقوم بالالتزام، وسيكون بالتالي يعني لو التزمت وهذه التخفيضات ستساعد في انتعاش أسعار النفط. لكن ميسا، من جهة أخرى نحن لا ننسى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وصلنا الإصابات لأكثر من 234,000 إصابة بشكل يومي. هذه الارتفاعات ستؤدي إلى دول مثل الهند، أستراليا، ستقوم بإغلاقات اقتصادية مجددا، وسمعنا من الهند أنها ستقوم بإغلاق أو حجر لعشرات الملايين، يعني نتحدث عن 140 مليون نسمة من أصل 1.3 مليار يعني في ولاية بيهار. وأيضا في أستراليا، الأماكن الأكثر اكتظاظا بالسكان، سيكون هناك إغلاقات اقتصادية. بالتالي كل هذا لو أي إغلاقات اقتصادية ولو بشكل جزئي ستؤثر على تعافي الطلب. بالتالي المشكلة الأساسية بالتعافي في الطلب، نحن يعني مع هذه الإغلاقات هناك ضبابية حول هذا التعافي، فأتوقع أنه أسعار النفط ستكون بارتفاعات جدا محدودة نسبيا، بالرغم أنه كل الأخبار التي ظهرت أمس بتراجع المخزونات كان يجب أن يكون لها تأثير أكبر من ذلك، لكن الارتفاع في الإصابات حد من هذه الارتفاعات، ونتوقع الارتفاعات ستكون كما ذكرت محدودة. وفي الفترة المقبلة أتوقع أيضا نتيجة هذه الضبابية سنكون يعني ميالين إلى الانخفاض قليلا، يعني النطاقات سوف تكون محدودة نسبيا، لن نرى ارتفاعات ملموسة جدا ولن نرى انخفاضات كبيرة، فهذا التذبذب في نطاق ضيق جدا. طيب اليوم يمكن أهم القرارات عم ننتظرها من البنوك المركزية، قرار المركزي الأوروبي، إلى أي مدى ممكن أيضا نشوف لنا أي قرارات خاصة بأسعار الفائدة، أم التثبيت هو يعني القرار الأقرب لهذه التوقعات؟ وأيضا هل برنامج شراء الأصول ممكن يحدث في أي جديد هذه المرة؟ بالفعل ميسا، كما ذكرتي الفائدة لن تتغير، سيقوم بنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة. نحن نتحدث عن تثبيت لأسعار فائدة الإيداع الرئيسية عند 0%، وأيضا التوقعات بتثبيت أسعار فائدة الإيداع والإقراض المتوقع أن نقوم بتثبيت أن تبقى أسعار فائدة عند ربع نقطة مئوية، وأيضا فائدة الاقتراض عند الماينس النصف النقطة المئوية. وأيضا لا يوجد أي توقع حول تحفيزات أو بشأن برنامج شراء الأصول والسندات، المتوقع أن يكون هناك يعني توقعات بالتحفيزات التي حصلت سابقا، هناك تأكيد لهذه التحفيزات، فأتوقع فقط التحفيزات المسبقة. وهنا ما نتوقعه أهم يعني شيء نترقبه هو تصريحات كريستين لاغارد، وأيضا سنترقب هذه القرارات، وأيضا قرار
بالبنوك في منطقة اليورو التي حافظت على الأصول سهولة الوصول إلى الائتمان للشركات في الربع الثاني بسبب الضمانات الحكومية، وبالتالي سيكون هناك توقعات بتجديد معايير الائتمان أو في الأشهر الثلاثة المقبلة، يعني في الأشهر سنكون هناك تجديد في هذه المعايير، فهذا أهم محور اهتمام. وأيضا عن توقعات على أسعار الفائدة التي ذكرناها، لكن ما زالت هناك ضبابية حول التعافي الاقتصادي. ربما يتحدث البنك عن التوقعات المستقبلية حول هذا التعافي الذي يحتاج ربما عدة شهور، كما سمعنا تصريحات سابقة من قبل بنوك مركزية سواء ببنك كندا وأيضا بنك اليابان، يعني لم يتحدثوا عن أي تحفيزات أخرى وإنما عن تحفيزات هي مسبقة. وبالتالي نتيجة هذه الارتفاعات وانتشار فيروس كورونا، فما تزال هناك ضبابية حول هذا الموضوع، حول كيفية التعافي وكم مدة التعافي الاقتصادي. نعم، نشكرك لينا قنوة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.